صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة لليوم. بصبح عليكم، أنا روان رح أكون معكم اليوم. جهزوا حالكم لورك أوت كله باور، رح نعمل جهد، رح يكون نعلي الفتنس ليفل عنا اليوم، رح نحسن الجهاز الدوري التنفسي كمان. أوكي، اليوم حتكون معي سارة. صباح الخير، كيفك؟ جاهزة اليوم؟ أوكي، حنبلش شوي شوي، رح نعمل مارش، أخذ نفس. حنبلش شوي شوي بالإيزي أوبشن، بنبلش شوي شوي نصعب الشدة، حنصعب الانتنسيتي كل شوي، يعني كل دقيقتين ممكن انه نصعب الشدة. اوكي جاهزة؟ اوكي نعلي اكتر شوي المارش، نيجي على السايد. 1 2، اخذ نفس، حاول اسرع اكتر. جود، اوكي كمان على السايد، اخذ نفس. اللي رح اعمله هلا رح اتعلم شوي شوي تكنيك الركض، رح اركض شوي شوي بالاتجاهات عشان احسن التوافق عندي. جاهزه ساره؟ اوكي رح ابلش شوي شوي مارش، اوكي رح اوصل شوي لقدام وارجع. اوكي داون اند باك، داون اند باك، جود داون اند باك. اخذ نفس، احرك ايدي. جود، دائما احاول ايد عكس رجل. ون مور، نزيد الشدة شوي أسرع. Good، أخذ نفس. 1 2، ظهري شوي بدي يكون straight، لما أجي لقدام بدي أتني جزعي لقدام. Good، أوزع النفس. زي ما قلنا اليوم التمرين تاعنا حيكون كارديو. Good، بدي أحسن الجهاز الدوري التنفسي. Last one، أوكي بدي أرجع أعمل مارش، أخذ نفس. اوكي ريكفري، جود، حرك ايدي. جود جوب، اخذ نفس، ممتاز. اوكي رح ارجع مارش، اعليها شوي. اوكي نفس الشيء، بدنا نيجي على هاي الجهه. جاهزه ساره؟ اوكي لقدام. جود اند باك، اسرع شوي. جود، هون عم نحسن التوافق عنا، عم نحسن الاتجاهات. جود، ننزل داون. اوكي نزيد الانتنسيتي شوي، داون اند اب، حرك. جود جوب، ون مور. اوكي ارجع للنص. اوكي ارجع مارش، اخذ نفس، اعلي. جود، عم بيعلى الهارت ريت، عم نحمي اكثر، عم نحرق كالوريز اكثر بوقت اقل. احنا ممكن نعمل انترفل انه نزيد الشده نرجع نوطيها، هذا اللي عم نعمله. اخذ نفس، اوكي انزل شوي على السايد، اخذ نفس. جود، ون مور. اوكي اللي رح نعمله هلا رح اكون ستريت، انزل المس الارض وارجع اطلع. جاهزه؟ جو، داون اند داون، المس الارض بايدي التنتين. جود، ون قدام ورا. جود جوب، اخذ نفس، ظهري بيكون ستريت. جود جوب، اوكي هون ممكن النشاط هذا نعمله بالبيت، نعمله في اي مكان، ممكن نعمله اوت دور، صار ان الجو هلا كثير حلو. لاست وان، اوكي عمل جامبنج جاكس. اوكي اخذ نفس. جود، ون مور، اسرع شوي نزيد الشده، اخذ نفس. اوكي جود جوب. اوكي التمرين اللي بعده رح نستخدم تول اللي هي الباند، رح احطها هون. هلا رح استخدمها بالكارديو. كيف ممكن اني استخدمها بالكارديو؟ رح احطها على الارض بهذا الشكل، حتكون مستقيمه. اللي رح اعمله احسن التوافق، احسن الاتجاهات عندي. رح اجي هون سايد سايد. جاهزه؟ جو، يمين شمال. جود جوب، منبلش على شدة واطية.
Good. أخذ نفس. Chest up. Good job. ممتاز. شوي شوي نعلي الشدة. One more. Okay. شو ممكن نعمل؟ نطلع لقدام. نرجع لورا. عم نحسن التوافق. عم نحسن الاتجاهات. Two steps. أخذ نفس. Please عمادتي. Good job. One more. اطلع لقدام. Good job. Recover. أخذ نفس. Good. One more. Okay. جاهزين؟ هلا شوي حنزيد الشدة. رح أزيد الصعوبة إني أنط على رجل واحدة. جاهزة سارة؟ رجل واحدة؟ 1 2 3 4 Good. كمل. 1 2 3 and 4 رجل الثاني. نفس الشيء. 1 2 أركز. 3 4 1 2 last 2 أخذ نفس. ظهر ستريت. حوضي مستقيم. أوكي. أرجع برجلتين. أسرع شوي. أخذ نفس. سايد تو سايد. ظهر ستريت. سكويز على الأب. عم بعلي الهارت ريت. جود جوب. أوكي. بلشنا نهارنا بنشاط. حماس. جود جوب. أخذ نفس. أوزع النفس. Last two. Okay. Recovery. Down. Up. One more. Up. And down. زي ما قلنا. لما نعمل recovery نرجع نعلي الشدة. احنا نشتغل على الانترفل. Up and down. Okay. تمام. هلا الطول اللي بعدها ممكن شوي شوي عم بزيد الشدة انا. هلا حنعمل على step. اللي هو رح اطلع شوي على مستوى الارض وارجع. جاهزين سارة؟ اوكي. رح اخذ ستاب. احطها بهذا الشكل. طبعا الستاب كثير سهل انها تتوفر باي مكان ممكن تكون عندنا بالجيم. اوكي رجع شوي لورا. رح اطلع بالتدريج. 1 باي 1 اب داون. اوكي تمرين سهل. طبعا اي حدا عنده مشاكل بالركاب ممكن تكون الستيب كثير واطيه، يعني بنحطها على ليفل 1. اللي بحب صعوبه اكثر يزيد شوي الستيب يزيد ارتفاع. اسرع شوي. اخذ نفس. جود. 1 اند 2. اوكي. ليفل 2. بدي اطلع اعمل في شيب عشان الاتجاهات. بعمل في برجع. جود. مع الميوزك مع البيت بدي اطلع اسرع. جود. هون عم بحسن الاتجاهات، عم بقوي عضلات الرجلين. انر سايز اوتر سايز. جود جوب. اب اب اند داون داون. اخذ نفس. ممتاز. بنزيد الشده اسرع اكثر. ممكن احرك ايدي معي. اب اب داون داون. نفس التكنيك تاع الركض زي ما بلشنا باول حلقه. اوكي التمرين اللي بعده. هلا عم نزيد الصعوبه اكثر. شوف شو ممكن نعمل. حانزل 1 and 2. اوكي جو. داون 2. اخذ نفس. اب اند داون. اوكي ظهر ستريت. شد عمادتي. جود. ممتاز. اخذ نفس. حاول أزيد الشدة ينزل أكثر شوي. One more. Okay. Recovery حتكون على السهل. حأنزل. Side. One more. Okay. التمرين اللي بعده. حوقف على السهل. حأنزل. Two legs. Up and down. Ready? Down.
and up. Go. Up. اخذ نفس. Up. Down and up. اخذ نفس. احرك ايدي معاي. عم نزيد الشدة. عم نزيد الصعوبة. Good job. Last two. اوكي. اجي على السايد. اعمل سيزرز. اخذ نفس. احرك ايدي معاي. Good. اطلع شوي لقدام. Ready. المس الارض وارجع. اوكي. Down. ارجع لورا. Down. اوكي. Down. ارجع لورا. Good. Last two. Okay, recovery. Shaking legs. Okay, اخذ نفس. هون كثير مهم ناخذ inhale واكسهيل بالوقت المناسب. لأنه عم نعمل كارديو، عم نشتغل على عضلة القلب. ممتاز. Okay, رح نرجع على الستيب. Round two. Ready? One by one, up and down. Go. Good. اخذ نفس اكثر. اسرع شوي لانه بالراوند الثاني عم يزيد شوي الشده. ممتاز. طبعا الشده انتم بتقدروا تتحكموا فيها حسب الفتنس ليفل عندكم. ممكن اذا ناس مبتدئين يبلشوا شوي شوي، اذا ناس ممكن متعودين على هاي الشده ممكن يضلوا عليها او يزيدوا. Good. اسرع شوي. اوكي. رح نيجي على السايد هلا. جاهزين؟ يلا. سايد داون، سايد اب. هلا الشدة لما ازيدها بدي انزل شوي زي السكوات. داون اند اب. جود. اخذ نفس. ممتاز. جود جوب. ون مور. انزل داون بهذي ستريك، سكويز على بطني. لاست تو. اوكي ريكفري سيزرز. اخذ نفس. ون مور. اوكي لاست ون. جاهزه؟ يلا اب اب اند داون. تو ليجز داون اب اب اند داون. جود. اللي عملته عملت تو ستيبس اب ون ستيب داون. طبعا سوفت نيز، ما اشد كثير على الركبي. اخذ نفس. Stop. اوكي هيك بنكون اعطيناكم شويه افكار للكارديو. خلصنا حلقتنا لليوم، رح نبلش هلا مع الستريتشنج. اخذ نفس. اوكي انزل داون. ون مور اب. انزل شوي شوي بظهري داون. اوكي ون مور. اوكي هيك بنكون شوي شوي عم نوطي الهارت ريت. رح انزل شوي شوي على الارض، اعمل ستريتشنج للور باك. انزل اخذ نفس. اطلع شوي شوي ستريتشنج لعضلات الهامسترنج والكوادريسبس. رح اطلع هون. Chest up, squeeze your abs. اوكي. الرجلة الثانية. عم بلش ينزل الهارت ريت. كثير منيح. اوكي. ثاني اشي للهامسترنجز. رح افرد رجلي تكون على الكعب، الرجلة الثانية شوي متنية. رح انزل بحوضي شوي. إذا بقدر أصعب أكثر أنزل على التو. Good. الرجلة الثانية. أنزل داون. قد ما بقدر انزل اكثر عشان اشغل هون عضلة الهامسترنج. اوكي اعمل كروس عشان الاوبليكس. اطلع اب انزل اعمل ليفت شوي للسايد. اخذ نفس. رجلي الثانية ايدي الثانية. اب وانزل على السايد قد ما اقدر.
خذ نفس. اوكي، بهيك بنكون اعطيناكم شويه افكار بسيطه للكارديو، تكونوا تعلمتوا كيف نعلي الهارت ريت، نعلي نبض القلب باقل ادوات ممكنه. ممكن نعملها بالبيت، ممكن نعملها اوت دور برا، وممكن بالجيم. اوكي، ان شاء الله بتكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا لليوم. نشوفكم المرات الجايه بحلقات جديده، نعملكم ممكن انه نزيد الشده اكثر، نجيب ليفل اعلى. تمام، يعطيك العافيه ساره، اهلا وسهلا فيكم بهاي الحلقه، نشوفكم بحلقه جديده ونشاط جديد.